Bonjour, je vous présente deux nouvelles élèves, Lynn et Leila, qui ont toutes les deux 14 ans. أنا أستاذتكم الجديدة للغة العربية. في البداية أريد أن تكلماني عن علاقتكم باللغة العربية وعلى المواقف التي تستعملان فيها هذه اللغة. السلام عليكم. اسمي لين وعمري 14 سنة. أعتبر اللغة العربية لغة رسمية للمغرب وأنا مغربية. اللغة العربية مستعملة على مختلف الأشكال، فهناك لغة فصحى التي أستعملها في المدرسة وهي لغة غنية بالمفردات والأساليب، وهناك اللغة الدارجة التي نتكلمها في حياتنا اليومية. اللغة العربية هي لغة جد مهمة في المجال الشغل وتفتح أبواب متعددة في علاقات الاحترافية، فهي لغة التي تمكن من التواصل مع الدول الخليج التي تمتلك ثروات المستقبل. أتكلم اللغة العربية مع جدتي وأحيانا مع أمي. السلام عليكم. اسمي ليلى وعمري 14 سنة كذلك. اللغة العربية هي لغتي الأم. رغم أنها معقدة فأنا أجدها جد جميلة وغنية من جهة، ومن جهة أخرى أظن أننا نهملها شيئا ما للأسف. أتكلم باللغة العربية مع أخي وأحيانا مع أبناء عمي حين أشاهد التلفزيون. شكرا لين وليلى.